اخواتي وحبايبي هواة طيور الزينه في كل مكان جوه مصر وبره مصر، اهلا وسهلا بيكم. معاكم نبيل الجندي ودي قناه عشاق طيور الزينه. ان شاء الله النهارده الفيديو بتاعنا عن بغبغاء الدره الهندي. كل المعلومات اللي حضرتك محتاجها لو انت حابب انك تفرخ دره هندي ان شاء الله تلاقي معلومات كامله متكامله في الفيديو بتاعنا النهارده، وكل اللي انت هتكون محتاجه باذن الله هتلاقيه. في البداية بس بفكرك لو ما كنتش مشترك في القناة من فضلك اشترك، فعل لنا زر الجرس بحيث ان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة بتاعتنا. لو عندك اي استفسار تقولنا في التعليقات، ولو عجبك الفيديو اعمل لنا لايك وشير الفيديو على قد ما تقدر بحيث ان اكبر عدد من الناس يستفاد بالمعلومات اللي احنا بنقدمها في الفيديوهات بتاعتنا. هنتكلم عن بغبغاء الدرة الهندي من عدة نقاط: القفص المناسب والعش، التغذية بتاعته، سن البلوغ، الفرق ما بين الذكر والأنثى، فترة وضع البيض وتحضين حضن البيض قد ايه، والفروخ بتاعته والاعتناء بيها. كل المعلومات بإذن الله النهاردة هنقدمها في الفيديو بتاعنا، بحيث ان انت يكون عندك داتا كاملة لو حابب تربي درة هندي، يكون الفيديو بتاعنا بإذن الله مفيد بالنسبة لك. طيب في البداية كده الدرة الهندي لو اتكلمنا عليها من حيث القفص المناسب والعش المناسب للإنتاج. طيب القفص المناسب، في ناس بتربي في أقفاص 70 سنتي، ولكن بفضل القفص اللي هو متر مكعب، متر في متر في متر، طول في عرض في ارتفاع. ده بيكون مناسب جدا لتربية وتفريخ بغبغاء الدرة الهندي. العش بتاع الدرة بيكون في ناس بتربي في عشوش حرف ال وده الافضل، وفي ناس بتربي في عش مستطيل زي بتاع كوكتيل كده ولكن بمقاس اكبر. الاتنين الدرة ممكن تفرخ فيهم، ولكن لو سألتني عن رأيي الشخصي هقولك العش حرف ال افضل بكتير، وده لسبب رئيسي هذكره حالا. الدرة الهندي من الطيور او من البغبغاوات اللي بتقلق بشكل كبير، وبالاخص الانثى. الانثى في فترة التزاوج ووضع البيض بتكون عصبية جدا وشرسة، فاحنا بنحاول ان احنا ما نزعجهاش قدر الامكان في الفترة دي. العش حرف ال، الانثى بتضع البيض بتاعها في الجزء اللي هو الخارجي اللي هو ما بيكونش تحت فتح دخول البياضة مباشرة، فبالتالي عش حرف ال بيكون افضل عشان الانثى لو طلعت وخرجت من العش وحبت تدخل تاني ما تدخلش وتنزل على البيض بشكل مباشر فتكسره او تتلفه او يحصل مشكلة في البيض بتاعنا. فبالتالي العش حرف ال بيفضل في تفريخ الدرة الهندي. وزي ما قلت قبل كده، ده ما يمنعش ان في ناس بتفرخ الدرة في عشوش مستطيلة، ولكن يفضل العشوش اللي هي على شكل حرف ال. طب احنا كده اتكلمنا عن القفص، اتكلمنا عن العش، طب تعالى نتكلم عن تغذية بغبغاء الدرة الهندي. بغبغاء الدرة الهندي من الطيور اللي حجمها فوق المتوسط، عندها ريش طويل ما شاء الله، فبالتالي محتاجة كمية بروتين ومحتاجة تغذية كويسة قوي بحيث ان احنا نقدر نهتم بصحتها وننتج منها. طيب نقدم لهم ايه؟ طبعا قدامنا زي ما احنا شايفين كده في الفيديو بتاعنا البنوتة دي، بالمناسبة بنوتة، وهنفرق دلوقتي. طبعا سهل جدا التفرقة في الدرة الهندي في حالة البلوغ. الاكل اللي قدامنا هنلاقي فيه بلقم على فلارس وحاطط لها دخن، وعندنا هنا بذور عباد الشمس او اللب. في عندي هنا في الطاجن الفخار اللي جوه ده حبوب منقوعة، بقوليات، فول، وذرة، وعدس، وبسلة، وفاصوليا، ولوبيا. كل انواع البقوليات اللي احنا بناكلها كبشر بننقعها وبنقدمها للبغبغاوات بتاعتنا، وبالاخص بغبغاء الدرة الهندي. ده بيكون مفيد جدا ليهم، بالاضافة ان هم بيحبوا الذرة الخضراء زي ما احنا شايفين كده. في جزء متبقي من الذرة هنا، الجزء ده ما شاء الله هم اتاكلوه بالكامل. هنا الجزء التاني هوت لسه باقي فيه شوية، هما بيحبوا الذرة جدا وبيكونوا مقبلين عليها. طيب سن البلوغ للذكر والأنثى والفرق ما بينهم قد ايه، او ازاي بنفرق ما بين الذكر والأنثى؟ اللي قدامنا ديت ما شاء الله ديت أنثى درة هندي بلغة عمرها 3 سنوات،
جاهزة للإنتاج بفضل الله. طيب عرفنا منين إن هي أنثى؟ زي ما احنا شايفين الرقبة بتاعتها دماغها ما فيهاش حز باللون الأسود أو اللون الأحمر، جسمها كله برقبتها نفس اللون، وبالتالي فاحنا عارفين إن دي كده أنثى، لأن الذكر بيكون مطوق، بيكون عنده طوق في رقبته حز كده باللون الأحمر لما بيكون لسه في بداية التطويق بتاعه، وبعدين اللون بتاعه بيكون أسود لما بيكتمل وبيوصل لسن البلوغ، وده في الذكر بيحصل لما الذكر بيكون عمره سنتين على الأقل، بيبتدي يطوق ويكون جاهز للإنتاج. الأنثى ممكن من سنة وثمان شهور تكون جاهزة للدخول في دورة إنتاج، ولكن الذكر تقريبا ما بيبقاش جاهز قبل مرور سنتين لسنتين ونص وأحيانا ثلاث سنوات، وده كله بيرجع على حسب التغذية بتاعتك كمربي أو كهاوي بتربي طيور الدرة. طيب احنا كده فرقنا ما بين الذكر والأنثى. ناخد بالنا ان في فرق شاسع ما بين الدرة الهندي زي اللي قدامنا ده كده والدرة الافريقي. الدرة الهندي زي ما احنا شايفين كده بنلاقي لون المنقار احمر، ولكن في الدرة الافريقي بيكون لون المنقار اسود، ده فرق واضح وسهل جدا انك تميز من خلاله. والفرق ما بين الذكر والانثى برضو فرق واضح، الذكر بيكون مطوق، بيكون فيه طوق حوالين رقبته، ولكن الانثى بيكون برضو فيه طوق ولكن بنفس لون الجسم زي ما احنا شايفين البنوتة اللي قدامنا دي. فبالتالي احنا كده اتكلمنا عن الفرق ما بين الذكر والانثى وسن البلوغ. طيب بغبغاء الدرة بتاعي الحمد لله وصل لسن التزاوج، فعايزين بقى نجهزه للزواج بحيث ان هو يدخل في مرحلة الانتاج ونفرح كهواة بالزغاليل بتاعته بإذن الله. طب امتى دوت بيكون فترة التزاوج؟ بتكون امتى؟ في ناس بتكون مجهزة غرف الانتاج بتاعتها بدرجة حرارة معينة، وده بيقدر ياخد عشوش كتير على مدار السنة في اوقات مختلفة، ولكن موسم التزاوج بتاع الدرة الهندي الطبيعي بيبتدي في نص شهر 3، يعني كمان شهر من دلوقتي ان شاء الله لو عندك ازواج جاهزة بتكون حطت وضعت البيض بتاعها ان شاء الله. فبالتالي انت بتجهز الطيور بتاعتك من دلوقتي، بتهتم بنسبة الفيتامين اللي انت بتقدمه للطيور، بتحاول تحط للذكر بتاعك سيلينيوم بحيث ان هو يكون جاهز ان شاء الله لتخصيب الانثى، بتحاول تدي الانثى بتاعتك اكل فيه نسبة بروتين عالية زي وجبة البيض، الاكل الطري عموما، البيض بالبقسماط او اي مكملات غذائية انت بتستخدمها داخل مزرعتك، بحيث ان هي يكون عنقودها جاهز وتقدر تاخد منها الانتاج اللي انت عايزه. هنا بقى في خطأ يعني شايع ما بين مربيين الدرة وما بين معظم الهواة، وبيخوف ناس كتير ان هي تدخل في تربية طيور الدرة. طب ايه هو الخطأ ده او ايه المشكلة ديت؟ معروف ان الدرة الهندي هتيجي تسأل اي حد عليها هيقولك ان الاناث بتقتل الذكور. طيب هل ده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ هو فعلا بيحصل، بس هو بيحصل نتيجة لخطأ منك انت كمربي. حضرتك لو جبت ذكر غير بالغ واديته لانثى بلغة انت كده بتحكم عليه بالموت. الانثى في فترة الزواج لما بتكون داخلة في الموسم بتاعها وهي انثى كبيرة وبلغة، بتكون محتاجة ان الذكر اللي معاها يكون بالغ ايضا ويقوم بعملية التزاوج معاها. لو انت حطيت ذكر صغير في السن او مريض، بالتالي الانثى بتكون عاوزة تدخل في دورة انتاج، ما بتلاقيش استجابة من الذكر فبتبدأ تضربه، وممكن بيوصل الحال ان هي تموته. فلازم انت تكون متأكد ان السن بتاع الذكر والانثى اللي انت حطيتهم يكون متقارب من بعضه، ويكونوا الاتنين جاهزين للدخول في عملية الانتاج. طيب الدرة الهندي هي لون واحد بس الاخضر اللي احنا شايفينه قدامنا ده؟ لا طبعا، الدرة الهندي في منها الوان كتير، اشهرهم على الاطلاق هو اللون الاخضر، وده يراجع لانه اقل سعر في الدرة الهندي هو اللون الاخضر.
في منه ألوان مختلفة زي الدرة الزرقاء الفايلوت، البلوهات بألوانها، في الدرة اللاتيني، وفي درة لاسوينج، وفي درة ألبينو، في درة كمان بيبقى الدماغ بتاعتها لون والديل بتاعها لون صبعات وايت هيد، يعني طفرات مختلفة. في منها اللي موجود داخل مصر، وفي منها موجود في مزارع هواة خارج مصر. الدرة الهندي من البغبغاوات المحبوبة جدا، لو انت رجعت حتى هتلاقي بيوت كتير من بيوتنا المصرية الجميلة كانت بتقتني بغبغاء الدرة الهندي في فترات زمنية من بعيد قوي، يعني ممكن تلاقي ناس صور قديمة لناس كانوا مربيين بغبغاء الدرة في منازلهم في الثلاثينات وفي الاربعينات، هتلاقي اشهر بغبغاء اتربى داخل المنازل او البيوت بتاعتنا في مصر هو بغبغاء الدرة الهندي. بغبغاء الدرة الهندي بغبغاء ذكي جدا، عنده قدرة كبيرة على الكلام بصوت واضح وبالاخص الذكور، بس طبعا لازم علشان تخلي البغبغاء مروض ويكون متكلم يفضل ان هو يكون هاند فيدينج او تأكيل يدوي، بتشتري البغبغاء وهو صغير في السن بحيث ان انت تعمل تربيه على ايدك يعني وتأكله يدوي ويكون متوالف معاك بحيث انه يكون مطمن لك بشكل كبير جدا ويقدر يعني يتكلم قدامك او يعني يمارس حياته بحرية في اثناء وجودك وما يبقاش منزعج منك وما يبقاش خايف من الفترة اللي انت بتقضيها معاه. فبالتالي بغبغاء الدرة الهندي بغبغاء جميل، بغبغاء ذكي، الوانه كتير وطفراته متنوعة، تربيته مش صعبة، ولكن هو محتاج انك توفر له الحاجات اللي احنا قلنا عليها اثناء الفيديو، وهتقدر تنجح في تربيته وتفريخه باذن الله. وناخد بالنا قوي من النقطة اللي احنا قلناها من شوية، ان الذكر يكون سنه يفضل يكون اكبر من الانثى، او على الاقل يكون السن بتاعهم متساوي، الذكر قد الانثى، بحيث ان انت تتلاشى اي مشكلة ممكن تحصل بسبب ان الذكر اقل من الانثى في السن، ويحصل عملية خناق وضرب ما بين الذكر والانثى، تحاول تتغاضى ده بان السن بتاعهم يكون مناسب. كده احنا اتكلمنا عن بغبغاء الدرة الهندي وكل المعلومات اللي بنحاول نفيد الناس بيها. لو الفيديو عجبك ما تبخلش علينا بلايك، وبكرر لك تاني لو سمحت لو ما كنتش مشترك في القناة اشترك، بحيث ان احنا نقدر نستمر في تقديم الفيديوهات بتاعتنا. لما القناة تكبر بحضراتكم ان شاء الله هنعمل فيديوهات مختلفة. لو في حد عنده فكرة فيديو او عنده استفسار عن طائر معين ابعته لنا في التعليقات، ان شاء الله نعمل لك فيديو مخصوص ونذكر اسم اللي طلب الفيديو، بحيث ان احنا نكون اخصينا الشخص دوت بالرد من خلال فيديو لحاجة هو طلبها، التعليقات بتاعته. وبإذن الله القناة لما توصل لألف مشترك وتبتدي تتفعل هنعمل سحب على جوائز طيور قيمة إن شاء الله، هيكون الناس اللي هتفوز بالجوائز بتاعتنا ديت أكتر الناس بتتفاعل مع القناة، سواء باللايكات سواء بالتعليقات سواء بتعمل شير. الناس اللي هتكون متفاعلة معانا إن شاء الله هيكون عندهم فرصة ان هي تكسب طيور قيمة من انتاجنا من انتاجي بفضل الله لما نوصل لألف مشترك. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله نتقابل في فيديوهات كتير على قناتكم عشاق طيور الزينة.